كنقول لك كتصلي تما كتمشي للجامع شنو الطاقه واش العباده <تصليش> ديالك؟ كاين الجامع كاين ولكن ما نمشيلوش <تصليش> انا الله يرضى بينا ما تنصليش مي كاين الجامع وتيمشيوله المغاربه في العيد وداك الشيء دايوغ شحال من واحد صحابي تيرجعو تيصلوا في رمضان وعاوتاني يقطعو من رمضان وهما انا قلت لك جهه رابحه تيلعبو اللي كيشوفها مثلا <ميك> انه <يشوفه> كيبغي يتقرب الله في هذيك الفترة والله تكون أنها بادرة أنه يبدأ الصلاة ويبدأ تقرب الله حتى من مور رمضان غير هي كتكون فرصة الناس كيبغيو يستغلوا هذيك الوقيتة أنهم يتقربوا الله أكثر آه إيه وكاين الله الله يصاوب لهم اللي حس أنا تنقل عليهم من تيدوزو عاوتاني ثلاث أيام من رمضان أرى برا الكباريهات أرى لك لي سكاي بار أرى لك هذي والله يصاوب ماشي اش نقول انا ما تنحبش نكون منافق دونك تنصلي تنصلي تنصوم تنصوم تنقول حاجه تنديرها ما تن هذه الصيام بيان سور كنت واحد ما معاه والاغلبيه زعما المغاربه كلشي تيصوم لو ديال الناس باسكو تمشي تكون هنا في المغرب تتمشي العائلات كلشي كلشي صايم تشوف